ضيفنا اليوم واحد من رواد مجال الجراحات بتخصص السمنة والسكر يلي أثر وغير بكتير مرضى للأفضل. ضيفنا اليوم الرائد الأول بعالم السمنة والتجميل بمصر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. رحبوا معي بالدكتور أحمد. اهلا وسهلا، شرفنا ومنورنا وسعيده جدا بوجودك معنا اليوم. واليوم نحن مخصصين هي الفقره لحتى نقدم مجموعه من النصائح والمعلومات المهمه جدا لكل الاشخاص اللي بيعانوا من السمنه والوزن الزائد ولسه خايفين ياخذوا هي الخطوه ويلجأوا لهذا النوع من العمليات. دكتور، خبرنا بداية مع المشاهدين عن أهمية اللجوء لهذا النوع من العمليات بعد العديد من المحاولات الفاشلة. هو الحقيقة مواصفات المرضى هي اللي بتحكم الطريقة السليمة للعلاج. في ناس بتبقى لسه في مرحلة اللايت والرياضة، في ناس بتحتاج تاخد خطوة ناحية طريقة أكثر قدرة، مثلا زي الكبسولة المبرمجة زي البالون، في ناس بنحتاج نعمل لهم نحت دهون لمناطق معينه، في ناس بتحتاج لجراحات السمنه على اساس ان هم السمنه اللي عندهم هي سمنه مرضيه مرتبطه بنسبه حرق قليله والكيمياء جوه جسمهم وبالتحديد كيمياء الجهاز الهضمي بتخليهم بيمشوا في سكه السمنه، وايا كانت الطرق اللي بيلجأوا ليها دايما بتبقى مصحوبه بالرجوع في الوزن تاني. حتى الادويه المشهوره في انقاص الوزن اللي بتساعد على الحرق واللي بتخسس لها اضرار كتير منها ممنوع وبتتباع اونلاين، لها تاثير سلبي على القلب وعلى المود وعلى الحالات الاكتئاب، وللاسف بتقلل الحرق وبتؤدي النتيجه عكسيه. ففي لان بيعند الجسم وبيبطل بينزل الوزن بالظبط. ففي فئه من الناس الحلول الجراحيه الحديثه هي الحل الامثل ليهم، وفي ظل التطور اللي احنا فيه أصبح مفيش أي مجال للخوف ولا القلق بعد ما أصبح نسبة الأمان بإذن الله 100% والنتائج فوق الممتازة. طب دكتور، يمكن عم تحكي عن واحدة من أهم النقاط اللي ممكن تخوف أي مريض وهي نسبة أمان ونجاح العملية، وخاصة بسبب المعلومات المغلوطة والشائعة اللي بتكون موجودة على الإنترنت أو نتيجة تجارب أشخاص راحوا لعند أشخاص غير مختصين أو أدواتهم ما للأفضل وصار عندهم نتائج عكسية من العمليات. كيف فينا نعرف شو هي العملية الأنسب لإلي، وكيف فيني أعرف شو هي الشروط اللي ممكن أنا أحققها لحتى أحصل على عملية ناجحة ونتائج رائعة؟ أكيد نسبة النجاح اللي احنا بنتكلم عليها بتبقى مرهونة بخبرة الجراح، بنوع الأدوات والتكنولوجيا اللي بيستخدمها، باختياره وخبرته واطلاعه الدائم، وبالتالي لما نشوف نماذج مش كويسة ما نقولش العيب في العملية، لا نقول أحيانا بيبقى لسه ما فيش خبرة قوية في الإجراء أو في تكنولوجيا الأدوات، لأن للأسف في أبديتس كتيرة جدا حصلت، لكن أحيانا في ناس بتلجأ لتكنولوجيا قديم شوية لمجرد المساعدة في تقليل التكلفة، وده للأسف بيرجعنا لنتائج سابقة مش هي الأفضل على الإطلاق. يعني نحن اليوم دكتور عم نقول لكل المشاهدين فعلا الموضوع ماله سهل ولكن أيضا ماله صعب، في حال نحن عرفنا مين الجراح اللي عم بيعملنا إياه، شو الأدوات اللي عم بيستخدمها، وأيضا استشرنا طبيب مختص قدران يفيدنا بخبره وعلمه. نحن اليوم عم نشجع كل الأشخاص اللي بيعانوا من وزن زائد واللي تعبوا فعلا من هي الحياة وبلشت تتأثر الصحة أو الوزن الزائد عليهم بطريقة عكسية إن كان على المفاصل أو غيرها من أعضاء الجسم. رح نستقبل واحدة من حالات النجاح يلي توجهت لعندك دكتور وغيرت حياتها تماما لحتى تخبرنا أكثر عن تجربتها وتشارك هي التجربة مع المشاهدين. لهيك مشاهدينا رحبوا معي بالمدام ولا. مساء الخير مدام ولا، اهلا وسهلا، شرفتينا ومنورتينا، وبدي اقول لك بدايه الف مبروك على النتائج الاكثر من رائعه يلي حصلتي عليها، بسم الله ما شاء الله مثل القمر. خبريني مدام قد ايه صار لك عامله العمليه بدايه؟ انا عامله العمليه من 5 سنين. يعني 5 سنين؟ ايوه، من 2000 ما شاء الله، يعني عمر 2016. عديتي بكل المراحل اللي ممكن يعدي فيها اي شخص عامل هاي العمليه؟ كل المراحل قبل العمليه وبعد العمليه. طيب خلينا نبلش قبل العمليه، قبل العمليه قد ايه كان وزنك؟
كان 136 136 وهلا 78 ما شاء الله. ونحن عم نحكي عن 5 سنين، يعني في حال بده يزيد الشخص وزن بيكون زاد، في حال صار عنده اي اعراض او مضاعفات بتكون بينت. خبريني مدام عن العمليه، كيف كانت العمليه؟ سهله بسيطه ولا صعبه مثل ما العالم بتفكر؟ لا، العمليه بالنسبه لي انا كانت تحديد مصير بالنسبه لي. العمليه كعمليه سهله جدا، لكن قرار العمليه بالنسبه لي انا لاني مريت بمراحل كتير قبل العمليه، لاني انا ما عملتش عمليه كزياده وزن، ان انا شكل وجسم ده كان بالنسبه لي مهم حاجه جداً مهمه جدا في حياتي وحياة ولادي، كان الدافع الاكبر. لكن انا وصلت معايا سكر، 10 سنين انسولين، 5 سنين قبل العمليه انسولين تمرين، بقيت مريضه قلب، شريان تاجي، قسطره، 5 دعامات في القلب، فكان لازم اخد قرار العمليه. السلام عليك، عم تلحقي حالك انت تلحيق مدام. طبعا. طب خبريني ليش استنيتي كل هذا الوقت؟ ما كنتش عندي درايه بان في نوع عمليه لعلاج السكر، انا الموضوع جه قدامي بالصدفه. أوكي. يعني انا وصلت لقطوع في الشبكيه بسبب السكر، انا شفت الدكتور احمد بالصدفه على قناه بالصدفه. أوكي. انا ما عنديش درايه، اولا انا السكر يعني مكان كنترول بالنسبه لي، فكرتش العمليات دي، لكن الموضوع بقى خرج عن السيطره بالنسبه لي، انا سكر، دعامات، وقسطره، وجلطه، لا الموضوع بالنسبه لي كمان بقت بالنسبه لاولادي انا في بيتي مفيش حركه، مفيش نفسيا وصحيا وكل حاجه بالنسبه لي بقى لون اسود. عم نشوف مدام مع المشاهدين الصور قبل العمليه وبعد العمليه، وعم نحكي بس مو عن تغيير بالشكل، نحن عم نحكي عن تجديد صحه والتخلص طبعاً من كثير امراض. العمليه دي كانت حياه وموت بالنسبه لي، يعني فرصه النجاه الوحيده. وهذا اللي بدي اسالك عنه دكتور، انه فعلا مثل ما عم تحكي المدام ولاء، في كثير اشخاص بيكونوا مرضى سمنه او وزن زائد وبيخافوا انهم يعملوا عمليات نتيجه مشاكل ثانيه ممكن تكون عندهم. ايمتى المفروض انه انا اخذ قرار اني اعمل هي العمليه؟ هو الحقيقه احنا دايما بنفضل اللجوء قبل ما تحصل المشاكل، لان هو سيناريو الحقيقه معروف. يعني مش لازم الانسان يمر بتجربه الاخرين عشان يعرف ان هو كان ضروري لا قدر الله يمر بيها. هو معروف السكر له بدايات بسيطه، لكن في الاخر هو له سيناريو وشجره واحده بتنتهي بمشاكل كتير. صح، مثل ما كانت عم تقول المدام بيأثر على العين وعلى النظر وعلى الجسم وعلى النشاط بالزبط. وعلى بالظبط، فمش لازم الانسان يستنى لما يشوف كل ده فيه عشان يبدا يتحرك، طالما شاف تجربه ناس غيره. كل ما نلجا بدري كل ما يبقى الموضوع اكثر امانا، كل ما يبقى التحضيرات اسهل، كل ما تبقى النتائج اقوى. لكن الحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، الحقيقه العمليات اظهرت نجاح فوق الممتاز وفوق المتوقع. يعني سكر 10 سنين و15 سنه ومراعات عاليه جدا من الانسولين بيختفي تماما، شرايين قلب واربع دعامات واحيانا جراحات قلب مفتوح ويرجع حاله القلب، واحيانا بنلاقي مرضى قوه ضخ عضله القلب توصل ل 30 واقل، ونفاجئ بعد العمليه انها عاليه بقت طبيعيه، شبكيه العين. الدكتور الرمد نفسه لما بيشوف نفس المريض بيقول له دي مش الشبكية بتاعتك، لأن الشبكية لها بصمة هو بيشوفها على جهاز الشبكية، فبيقول له دي مش الشبكية بتاعتك. ليه؟ لأنها فعلا اتغيرت تماما. فالحمد لله إن العمليات من القوة إنها بتقدر تريفيرس كل المشاكل دي، لكن أكيد إحنا بنركومند وبننصح ما نستناش نوصل لكل هي الأمراض نلحق حالنا. بالظبط. طب مدام، يعني نحن عم نحكي عن موضوع فعلا مهم جدا، مو بس مثل ما عم نقول بس شكل وقديش الواحد بيرتاح وقديش بصير الواحد متصالح مع حاله وقبلان حاله اكثر، كمان عم نحكي عن الصحه والعافيه. خبريني ايضا عن الحاله النفسيه والاجتماعيه لك قبل العمليه وبعد العمليه. الحاله النفسيه بالنسبه لي قبل العمليه تقصير في كل حاجه، في مع اولادي، حركه كحركه كصحه، هي بقى ان انا مضطره البس لبس معين، هو ده اللي موجود، هو ده المقاس اللي موجود، هي دي الحاجه اللي موجوده حتى لو مش مقتنع بيها. حركه مع اولادي كانت عامله لي ازمه في حياتي، ده الجانب الاجتماعي. الصحي مفيش حركه، خلاص اصبحت مستسلمه الوضع. خلاص اكيد مدام حاولتي تعملي دايت وحميات كتير. صح كتير حاولت اعمل دايت كتير جدا، لما بدا السكر معايا حاولت فعلا اسيطر عليه بالدايت ورياضه
كل أساساً يمكن بيلزمك السكر انك انت تتبعي نظام غذائي معين لحتى تحافظي على منسوب السكر بالدم. في اوقات معينه تقدري تتابعيه، بس انت خلاص بتوصلي حاله ملل خلاص، حاولت كتير وفشل وحاول وافشل وحاول وافشل، الموضوع كان بالنسبه لي صعب. طب خبريني كيف اخذتي القرار؟ يعني لما قررتي انه انا خلص بدي الجا لهي العمليه، وحضرتك عم تقولي لي انه كان الموضوع مصيري حياه او موت، كيف اخذتي هذا القرار واستعنتي بخبره الدكتور احمد؟ انا القرار بالنسبه لي ما كانش صعب، لاني ما كانش هيبقى اصعب ايا كانت النتيجه، اصعب من الوضع اللي انا كنت واصله له. يعني دكتور القلب انا ما ينفعش تخدير وقلب، قلت له انا اعتبر انا يعني مش مطول اكتر، انا وصلت المرحله دي ان انا مقتنعه بكده. فانا القرار بالنسبه لي ما كانش صعب ابدا، القرار انا اخذته من غير تفكير، اخذت قرار العمليه من غير تفكير. لما تواصلت مع دكتور احمد ورحت، كان المفروض بعد اسبوع تقول لو في عمليه قبل الاسبوع انا على طول يا دكتور. والله يعني والله الدكتور في الوقت ده قال لي اسرع حد ياخد قرار عمليه، لان انا وصلت المرحله كل حياتي بالنسبه لي كانت اللون الاسود في كل حاجه، يعني في بيتي، في صحتي انا، المراحل الدكتور اتكلم عنها دي انا مريت بيها، قطاع في الشبكيه، رجلين، اسنان، كل ده كان السكر. وهلا حياتنا بامبي وملونه زي الفل ابيض. الحمد لله يا رب دائما. طب دكتور شو نوع العمليه اللي عملتها مدام ولاء، وخاصه انه يمكن مرضى السكر في عندهم نوع من انواع العمليات يلي بتساعدهم انه يتخلصوا من السكر تماما، شو نوع العمليه اللي عملناها؟ هو الحقيقه طالما احنا وصلنا من المراحل المتقدمه في السكر ومشاكل القلب والمرحله اللي احنا شفناها، ما يبقاش عندنا اختيار يقارن بنتائج التحويل المصغر للمعدة. أوكي. التكميم عملية جيدة وممتازة لو الموضوع اقترن بنزول في الوزن بدرجة معقولة ومشاكل صحية بسيطة، سكر حديث، لكن إذا كان عندنا مشاكل كبيرة بهذا الحجم لا، التحويل هو الوحيد القادر على أنه يرجع السكر تماما وينشط البنكرياس، يغسل الجسم من كل الأمراض، الضغط والكوليسترول، النقرس، السمنة، ويرجع كل المشاكل الصحية بإذن الله القابلة للرجوع. يعني بمعنى أصح كل ما لم يتلف تماما بإذن الله بيرجع لطبيعته. وبالتالي في حالة زي حالة مدام ولاء كان لازم اللجوء لتحويل المصغر على أساس أنه هو الأقوى والأكثر ديورابيليتي، العملية اللي تعيش تحافظ على النتيجة المحققة. الحمد لله احنا بنتكلم في أكثر من 5 سنين، داخلين في 6 سنين، السكر منتظم تماما، مفيش اي مشاكل، مفيش ضغط، مفيش كوليسترول، بتاكل كل حاجه، صحتها ما شاء الله ممتازه، الوزن متحافظ عليه، والنفسيه رائعه والشكل رائع والروح رائعه، بسم الله ما شاء الله. مدام خبريني سريعا الامراض اللي فعلا كنت تعاني منها انتهت تماما وهلا صحتك كيف؟ تماما، الكوليسترول، الضغط، السكر اساسي، كل ده الحمد لله مفيش خلاص بعد العمليه. انا لاني مشكلتي الامراض دي كلها وصلت لها بسبب الوزن، لكن انا الحمد لله مفيش اي حاجه من الحاجات دي حاليا نهائيا. يعني بدي اقول لك الف الحمد لله على سلامتك، شكرا كثير على وجودك معنا، لانه فعلا كل كلمه ممكن تكون دافع لشخص لحتى يغير حياته ويحصل على نمط حياه صحي. الله يطول بعمرك وصحتك وعافيتك. شكرا كثير لك مدام ولاء، واكيد الشكر الاكبر لك دكتور احمد على وجودك معنا.